دخول السيارات من مختلف الماركات العالمية بعد ضجة كبيرة أحدثتها هذه العلامات منذ أن حطت موانئ الجزائر على غرار الصينية والإيطالية التي بدأت تتحرك عجلاتها في الأسواق الوطنية. لم تشفع كل هذه الأحداث المتسارعة وتلك للمستهلك الجزائري الذي صبر طويلاً لأجل اقتناء مركبة جديدة مناسبة له لتخرج المستعملة عن صمتها وتعود لتتربع المشهد من سوق تجلابين بأسعار لم يتوقع عودة سماعها أي أحد. السوق راه غالي والله عارف كيف دوك ما فهمناش السوق هذا كيفاه. الكراراس يقولوا جابوه، تجي للسوق تلقى سوق واحد اخر ما فهمنا والو والله غير كلش غالي. كارثه بصح بعدا كما مازال كيف والله جاب ربي زاد. السوق راه كاين، طوموبيلات كاينه، والسومه راهي ما عندهاش حسابها كاع، ما كاش حسابها. احنا قلنا السوق راه قال لك راه طاح وزادها زاد هاج. السوق يا خويا راني نشوفوا فيه النار تشعل، ما نقدروا نشرو، ما قدرنا نديروا حتى حاجه. راه زاد طلع السوق ديريكت، ما نعرف يقول لك ساوموا ساوموا ساوموا، ما فهمناش شكون اللي ساومهم. السوق جاب لي ربي مازال غالي شويه، تدخل شيري ولا ما تدخلش؟ اهو صاحبي غالي ماشي غالي، غالي ولا غير غالي على حسب ما نشوف. هكذا طوا هكذا غالي، ما نعرف دوك اللي يربي ولا العلم لله. الارتفاع والانخفاض في الأسعار دون إشعار مسبق أدى إلى تضارب في الطرح والرأي، لكن هذه المرة ليس بين البائع والشاري بل حتى بين مرتدي السوق ذاته. ما كاش اللي يعوضها منحوهم وعلى طيارة وعلى الطيارة الله يهديك، هذه اللي خلصوا الطالع والله وتكون اسمه للجناس راهم كيما يطلعوا اللقمة. 220 عمي لو كان تولي في الماتريال صلي على النبي لو كان تولي كنت تولي تصلي على النبي. احنا ماشي نقولوا فيك عندك عكسك نعيبوا في الماتيريال، كنت تولي في الصح في ريغلو موتور اكسون طوموبيل شابه في مشابه في وريني حطبه انا كسبتها ظهري مالي شريتها 700 سمولتني كانت انا كونفور يا وخذها الليل وباتت. اخونا شوف انا صالحك من الاخر، نالي قالوا بلي كاين السوق راح يدخلوا طوموبيلات، السوق صح بط ودركا والله ما راه مفهوم. كاين ناس راهم يبروفيتيو كل سمانه يزيد سومه على السومه الاخرى. روا سونسات هي راه نبيعها 2011. واش فيها صبيغه؟ هذوك الصبيغه دير الطولي دير الطولي وين تندير؟ هيا بروح شابه ما عليك ها هي الله يربح هي عليك زوال الله يرحمه زوال يا سيدي قال في روح جبيد انت. هكذا كان رد فعل المواطنين حول تذبذب استقرار أسعار السيارات المستعملة، فهناك من يرى أن الأسعار بقيت كما كانت في السابق رغم دخول الجديد الذي طال انتظاره. يستيقظ اليوم المواطن بعد فترة من أضغاث أحلامه ويعيش واقعا لا مناص منه، واقع لم تخضع فيه السيارات القديمة للجديدة.